أنا الشهيد، أنا الشهيد فخرا يسمو بي العلم، أنا الشهيد عزا يسن بي القلم، أنا الشهيد ابن العلا دمائي سند وعطائي عز وصبر، سلاحي على العدة كأمواج من اللهب، أنا الشهيد أناديكم سيروا على ضربي، فلا وطن بغير عزمي ولا بقاء إلا بدمي. الشهداء ناس اصطفاهم ربنا وخصهم بفضله، إحساسهم دايما كان بيسبقهم. ما تستغربوش إن الشهيد دايما كان حاسس إنه قريب من ربنا، والمصاب شهيد، شهيد حي عايش بينا على الأرض، سلاحه إيمانه وبيدينا المثل والقدوة، وإصراره رسالة لينا، مهما كان التمن لازم بلدنا تعيش، ولو ضحى بحياته أو بجزء من جسمه. هم دول أبطال من بلدي. زي ما الأشجار بتموت واقفة بيستشهد أبناء الوطن ورأسهم مرفوع، وبتبقى أثرهم البطولية خلدة على مر الزمن. ما كانش غريب على الأمة المصرية إن يضحي أبنائها علشان يحفظوا لها كرامتها وكبريائها، وكان التمن الآلاف من أرواح الشهداء اللي ضحوا بحياتهم في سبيل وطنهم ودعم قضايا الأمة العربية اللي مصر عمرها ما تخلت عنها. في حرب 48 قدمت الأمة المصرية الآلاف من الشهداء لنصرة القضية الفلسطينية، وضحى أبناء مصر بأرواحهم في حرب 56 و67 وحرب الاستنزاف اللي استشهد فيها أيقونة الشهداء الفريق أول عبد المنعم رياض وهو وسط جنوده على الجبهة، وده كان يوم 9 مارس 1969. واستمرت التضحيات وتراوت أرض سينا بدم خيرة الشهداء في حرب استعادة الكرامة، حرب أكتوبر 73، وترفعت رايات النصر بتضحيات الرجال. ويوم ما توهم خفافيش الظلام إنهم يقدروا ياخدوا حتة من أرض مصر ويرهبوا أهلها، كان ولاد مصر ليهم بالمرصاد وما بخلوش على وطنهم بأرواحهم أو بأجزاء من أجسامهم. وفي لحظة قدر مرهونة بالفدا تملى قلوب الشهداء شجاعة ورجا، وكأنهم يشعرون بقرب الرحيل وعيونهم تلمع فيها شموس الإيمان لتعانق أرواحهم أجنحة الملائكة ليكونوا وللأبد في الذاكرة ويتركوا بصمتهم للأجيال القادمة. أول ما تعرفنا خالص يعني كمان ما كان جاي يخطبني قال لي على فكرة أنا هموت شهيد. أمي دعت لي قدام الكعبة من قبل ما أدخل حتى الكلية الحربية، دعت لي أنا أدخل الكلية الحربية وأموت شهيد. أنا كنت في سجودي بدعي ربنا قول يا رب يعني شأنك ويرفع الذكرى. هو كان يعني جوا حتة الشهادة دي قوي يعني كان بيسعى لها، هو كان يعني حس انه هيسيبنا. انا والله 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 كنت متوقع استشهاد، وساعة ما قالوا لي انا حمدت ربنا ربنا يعوضه في ولاده خير. اول ما استشهد تاني بعدها بيومين جالي قال لي طبطب على سجا وحمزة وقال لهم ما تخافوش أنا في الجنة، وقال لي بس أنا مش خايفة غير عليك أنت. قلت له ما تخافش إن الله لن يضيعنا. هو شرف لينا، شرف شرف كبير، ويتمنى لكل واحد مصري
يتمنى انه يعرف قيمة تراب البلد دي، وان اللي بيستشهدوا يستشهدوا عشان تراب وعشان ناس، عشان ناس تعيش بكرامة. والله هو اليوم ده كل شوية يكلمني ويرن عليا ويطمن عليا وعلى كرمة ويسأل عليها، فكنت بقول له يعني غريبة ان انت كل شوية ترن عليا كده. في اليوم ده انا كان يوم جمعة، وكنت بروح عند متعودة ان انا اروح عند ماما يوم الجمعة، فجأة كده قلت ان انا مش هروح، لقيت التليفون بتاعنا بيرن، التليفون الارضي، فحد بيرد عليا بيقول لي انا صاحب عمك جميل وعايزه. بيقول لي انت والد احمد جميل محمد ابراهيم؟ قلت له اه. هو جرى له حاجة؟ قال لي نحتسبه شهيد عند ربنا. قلت الحمد لله ان الله وانا اليه راجعون. وانا قدمت ابني اساسا نهار ما كان رايح يتطوع، ان هو انا عارف انه هيكون شهيد ان شاء الله، وربنا تقبل مني دعوتي وانه اصبح شهيد ودي فداء لمصر باذن الله. وهو يعني ما يغلاش على خلق، بس هو صفران كبير كبير، وبنته بتسال عليه على طول تقول بابا بابا، بس انا كان نفسي كلمه بابا ديت هو يسمعها. هو كان دايما يطلبها، كان دايما يقول يا رب لو بتحبيني اكتبها لي. يوم الاستشهاد اتصل بينا، ايه عاملين ايه وليان عامله ايه ووالدتي عامله ايه، طب خلوا بالكم من العيال وان شاء الله ربنا كاتب لهم خير كتير قوي، والخير ده انا حاسس بيه. بعد كده خلاص طول اليوم تليفونه مقفول. وجيت لما احنا جينا بقى العيال بيقولوا لي يا ماما في صريخ في الشارع. من بعد ديت انا حسيت ان انا جالي صدمه، اتنها ما بنت جايه تجري من بره تقول لي ماما بابا في ايه؟ انا عايزه بابا، انا عايزه بابا. قلت لها هنا هو شهيد عند ربنا وحمد ربنا، ده انت يا بختي اول واحده هياخد بايدك للجنة يغفر لي 70 من اهل، يا ريتنا احنا مكان. احمد كان في ثالثه حاسبات ومعلومات، وبعد استشهاد والده احمد صمم انه يكمل من نفس النقطه اللي انتهى فيها والده، فطلبت من سياده الرئيس ان احمد يكمل مكان والده. فسياده الرئيس سال احمد انت في سنه كام يا احمد؟ قال له انا في ثالثه حاسبات ومعلومات. قال له احنا يشرفنا ان ابن الشهيد يكون معانا، بس بعد ما يكتسب اختبارات الكليه الحربيه، وبفضل ربنا احمد اكتسب كل الاختبارات وربنا كرمه وجعله نصيب، والحمد لله دخل الكليه الحربيه. بعد استشهاد والدي اصريت ان انا اكمل مسيره والدي في القوات المسلحه، وحاليا انا فرد من افراد القوات المسلحه في القسم النائم للكليه الحربيه، وعلى اتم الاستعداد ان انا اقدم روحي فداء للوطن زي ما والدي قدم روحه فداء للوطن. كان يقعد على الكمبيوتر ينزل لي اغاني الشهداء، بقول له ليه يا ابني بتنزل الاغاني؟ يا ماما ما تخافيش ده اغاني عاديه. فالمهم عدى الاجازه معانا وندحك ونهزر معاه وبتاع، وماشي يسلم علينا وقال كل واحد يخلي باله من نفسه وما تخافوش عليا. يوم الثلاثاء اتصل بينا حوالي الساعه 1:30 بالليل. بابا ازيك يا بابا عامل ايه؟ قلت له تمام يا ابني وبتاع. قال لي طب اديني ماما. طلب البيت كله حتى طلب احفادي كلهم. فقال يا ماما انا زي الفل ده ما تخافيش عليا انا جاي لكم قريب. بعد ما يقولوا له والله قال له انا رايح السفريه دي ومش راجع. وفعلا ده اللي حصل. فضى البلد، فضى مصر، واولادنا ضحوا لارض مصر ولا زالوا هيضحوا. وعطاء ابناء مصر ما بينتهيش، وزي ما ضحى الشهداء بارواحهم ضحى ابناء مصر من مصاب العمليات الحربيه باجزاء من اجسامهم. فمصاب العمليات الحربية أبطال بيثبتوا يوم بعد يوم إن روح التحدي قادرة على تحقيق المستحيل وتجاوز الحدود. كلفت بمهمة لمداهمة إحدى العناصر الإرهابية، وحصلت لي إصابة نتيجة انفجار عبوة ناسفة نتج عن الإصابة بتر في رجلي اليمين فوق الركبة وشبه شلل في الرجل الشمال. ومن هنا جت نقطة التحول، قدرت المؤسسة العسكرية تأهلني نفسيا وتأهلني رياضيا، قدرت القوات المسلحة توفر لي الملاعب وتوفر لي الألعاب الرياضية اللي أنا أختار وأتميز فيها، قدرت أمثل مصر في المحافل الدولية، وأبرز ميدالية فيهم هي كرة اليد الكراسي المتحركة دي، تاني عالم لكرة اليد. القوات المسلحة أنا تعلمت منها الانتصار على الانكسار. حابب أقول للشباب اللي بتأثر نفسياً دلوقتي من أقل حاجة، حابب أقول له إن الدنيا ما بتقفش على حاجة،
كل واحد فينا حاجات حلوة يقدر يخرجها بس يدور عليها. وتفضل سيرة الشهداء وعزيمة مصاب العمليات الحربية قدوة للإصرار والتفاؤل والتصميم على تحقيق النصر علشان مصر تعيش بعزة وشرف. الأسرة المصرية اللي قدمت الشهيد والمصاب، احنا مش هننسى ابدا اللي انتم عملتوه وقدمتوه بابنائكم لهذا الوطن، مش هننسى. هو تمن كبير صحيح ولا يعوض صحيح، لكن عزاءكم فيه ان هو تمن لبلد فيها 100 مليون، ال100 مليون دول يعيشوا ان شاء الله في امان وسلام واستقرار وتقدم. هم دول فخر البلد ورمز خالد للأبد، هم دول أبطال من بلدي.